في موقف يقشعر له الأبد، وقع في إحدى الولايات الجزائرية. أب جزائري يعمل كعامل نظافة ذهب إلى شاب في منتصف الليل صاحب محل بيع الهدايا، حيث عرض عليه تنظيف محله مقابل هدية لابنته المقبلة على شهادة التعليم المتوسط. فقام صاحب المحل بجبر خاطره ومنح هدية لابنته. فلنتابع الفيديو. انا جاني قال لي السلام عليكم ومعليش ندخل، شوفوا معايا مليح كي جا داخل برك وجدا در هكا لانه البرا كان الشتا تصب في نيتو المسكين باش ما يوسخليش الحال. باينه ما خليتوش قاعد نحكي معاه، قلت له معليش ارجع البسها وعاود تدخل. ليسونسيال دخل بدا يحكي لي، قال لي بنتي راحت عقب البيام وحاب نحفزها بكادو، المشكله ماهيش هنا. قال لي اذا نقدر نخلصك بخدمه يعني سيق لك الحانوت ولا نطويهول، وهذه باينه مش راح نتعبونا نخليه يسيق لي الحانوت. المهم قلت له حط شكاين في يدك وروح معايا، ودرت له رايي في كلش وقلت له خير واش عجبك راح نحطه في صاجي. وقد ما نحكي لكم قد كان فرحان مش كما تشوفوا بعينيكم، وحنا ربي سخرنا ليه لانه مش ديما نفتح في الليل وندير لي ستوري، وخلاص اديته دعوه من عنده في جو كيما هذا، وربي ينجح بنته وتفرحوا ان شاء الله والحمد لله على خاطر قدرنا نفرحوا انسان بالشيء البسيط اللي عندنا.